اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنستعرض فندق تيفولي اكوا بارك شرم الشيخ. الفندق 4 نجوم غير مطل على البحر في منطقه الهضاب، حوالي 5 دقايق من السوق القديم وربع ساعه من خليج نعمة. مساحة الفندق نفسه صغيرة، لكن مساحة الغرف متوسطة، أغلب الفيوهات بول فيو. الفندق بيقدم وجبات هاف بورد بالفطار والعشاء، وطبعا مستوى الاكل والتنوع مش افضل حاجه، وده لان فندق اقتصادي. وانا رايي طالما عاوز توفر ومضطر ان انت تحجز في الفنادق الاقتصادي دي، فحاول دايما ان انت تحجز بدون وجبات او بالفطار بس، لان دايما الاكل والوجبات هي نقطه ضعف الفنادق، وانت لو حسيت ان الاكل دون المستوى وفي تقصير فهتلاقي نفسك زعلت واتقفلت من الرحله كلها. انا والله مش بسائل الفندق ده، انا بتكلم بصفه عامه عن جميع الفنادق الاقتصادي اللي موجوده في مصر. احنا بره ممكن نعمل كده، يعني ممكن نوفر ونحجز فندق ب 20 30 دولار في الليله، والاكل ممكن يكون صنف واحد بس بتلاقيه دايما معمول باحتراف وبجوده عاليه زي الخمس نجوم بالظبط. فانا نفسي في مصر نوصل للمرحله دي. يعني انت مثلا ممكن تروح اسكندريه وتشوف بعينك هتلاقي الفنادق غاليه ومع ذلك برضو الاكل دون المستوى، حاجه تزعل وتقهر بصراحه. ما علينا، نرجع لفندقنا. الفندق فيه 3 حمامات سباحه منهم جاكوزي بيتم تدفئته في الشتاء. الفندق فيه ميني اكوا بارك 3 العاب، ودي نقطه جذب مهمه جدا في الفندق. ورغم ان الفندق مش على البحر لكنه بيوفر لك شاطئ مجاني من ضمن الاقامه، وفي شاتل باص بيوديك ويجيبك مجانا 3 مرات في اليوم. بشكركم جدا على المشاهده، ولو عجبك الفيديو ده يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب علشان القناه تكبر ونكون دايما دليلك في كل مكان.